زيت بتاع سنوات الخمسين والستين حكيت برشا شيء برشا 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 شيء تخي تخي زغيابل. أما توقيت شنو الحكاية؟ نهارين التالي ولا هو ثلاثة أيام التالي حالينا في شنو الحكاية دوسي حنان اللي تقتلت الله يرحمها في ألمانيا على يد زوجها. ملف ذي شجع لأيامنا باش تحكي حكاية بنتها اللي هي زادة اسمها حنان. يا ربي سبحان الله وكأن بلاد ذي اللي عاد تحب لحنان للرحمة استغفر الله العظيم. البنية هذه كانت تتشكى من معاملة رجلها لها وإنها بشترجع لبلادها دي ما تحكي لأمها، لكن للأسف ترجع لعائلتها في صندوق الله يرحمها وينعمها. معنا ليامنا أم حنان في التليفون. صباح الخير ليامنا، ساعة أولا البركة فيك. ربي يرحم حنان. كان تحكي لنا ليامنا خاطر انت طلبت تحب تستفسر تحب تفهم، عندك برشا شكوك قلبك ما قايل لك خير، عندك حكايات، تفضل احكي لنا شنو اللي يوجع فيك. انا ام حنان بن ظهرك في توفيت في سويسرا. جاتني بنتي في صندوق كل يوم تلخره تحكي معها يا ماما تقول لي راني انا عايشه في رعب، راني كل يوم تقول لي عايشة في رعب، نقولها بنيتي هاك باش تروح. والرعب جاي من شنو هذيا اللي نسمح؟ الرعب ما بين صاحبته هذيا في سويسرا تجي للدار صاحبة رجلها ولده وخوه تقول لي يا ماما راني يتكلم بالتليفون يهز التليفون يضربه، معناتها يبدأ يحكي هو وخوه يخط وخوه تقول لي ما ترى شنو اللي يخطط هو وخوه، انا ندخل يما وهو يضربه يقول لي ليه ليه ما نحكي انا ولا شيء، تقول له عليه ما احكي ايش تحكي انت اخوك ليه ليه حاجه انا نحكي انا اخوي حتى شيء نحكي في حكايات فهمتني. قداش عندها معرسه سامحني مرحومه؟ عندها عام وشهري شهري عديت خمسة شهور في تونس عملت الفيزا وبنت بنيتها بشايدها وبقرايتها بكل ايه. وهو هو غاديكا معناه عايش غادي ولا تعرفت عليه في تونس مشى مع بعضها؟ عايش غاديكا لا 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 تعرفت بنت خوه هنا تعرفت مشيت لميتة بنت خوه هنا ابوها يا اخي تعرفت عليه في ميتة خوه هنا في تونس. ايوه فهمتني يا اخي حاسين هو عملوا الخطبه عملوا بعد روح وجي ما قعدوش برشا معناها باش يتعرفوا على بعضهم هي عام قلت لكم شهرين ما بين العرس وما بين المعرفه على الغادي كذا سويسرا. هو عايش في حياته كامله سويسرا 40 سنه عايش فيها. قديش؟ 40 سنة عايشة. وقديش خاطر نشوف في وجهها صغير معناها قديش الله يرحمها عمرها وقتها؟ بنتي صغيرة نسيتنا بنتي مازالت كي تخرجت. مازالت كي تخرجت بنتي. مشيت معاه لك البابي باب كان تاع عايد ما كان هذيك نواه مشيت للخوخ هذيك قالت لي ما قالت لي خوه يتلغمش عليا قالت لي يقولوا تشبعوا التوانسة وتهزوا رواحكم وتقطعوا حاسيلي تقول لي يما راهو عمارك تاع كامل كان منه هو راهو كان تصير لي حاجه راهو من خوه يما تقول لي يما فهمتني معناها هي حست اللي فما فما علاقه مسترابه معناها وفما حكايات بينها وبين الخوه هذاك اللي خوافها هي واللي فجعها واللي قاعده تقول لك ديما نحب نروح نحب نروح تقول لي عليه وانا مش مصدقتها فيه خاطر مشني بحذاها نقول لها وهو راجلها معاها بالكدا. وكيفاش كانت معاملته معاها رجلها؟ كان معاملته باهيه معاها يا بنتي ما يحرمهاش من حتى شيء. فهمتني؟ في سبب هكا تدوير المخاخ بنيتي تقول لي يما راني نحس في روحي مش في واحد. تقول لي نحس في روحي راني ما بين رهب ما بين خوه ما بين ولده ما كانش يجي جمله واحده. مدة اللي باش يقتلها نكون شي نحي وفك الكاميرا ويت وكل تقول لها نقول لها حنان شبيك تقول لي ها ولده هنا الايامات الخمسه شهور الاولى والكل ما يدورش بهم جمله واحده. ما يدورش بهم جمله واحده مدة اللي باش يخطوا لها الموت والكل قالت لي ما كل ما نقولوش به ولدك جاي يقول لي ها ولدك في التلفزه
هاو قلت في الدويت هاو ترى شنو وقتلي ما كل مكدود فهمتني انا نقول هذا ما يتبكش ما مشيتش غادي شكيت معناها والا بلغت على هكا تصرف غريب من 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 زوجها ولده ما مشيتش شكيت ما شافتش كيفاش خمت باش ترجع لتونس ليه 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 تقول انا كي تحكي انا وياها نحكي نقولها يا بنيتي واش مازال لك تتروح خاطر غارين بها وما قاسين لها مطمنينها قاسين لها المشي والجري قاسلها باش تروح معناها اي فهمتني قاسين لها المشي والمرواح والجري فهمتني بنتي من اخر وقت وهي تصنع في البقلاوه وتعمل في الدنيا كل معناتها تقول يا ماما راني عايشه في الروب راني اخوه يبدا يخطط هو يقولها يزي بنتي هذاك التوحش نتاع تونس راهو هذاك اش خليه تقول لك في الكلام هذا وبنيتي اللي قالت وقول بنيتي كلمه بنتي اللي تقول لي فيه صدقته لي بعد ما ماتت بنتي كله كيفاش ماتت سامحني الله يرحمها معناها كيفاش جاكم خبر موتها هو سمها حشك هما يجاوها هما موجيه زي صاحبته عند كورين هذي قال لها لقيتها في الشارع وراني نحن عليها وعملت لها شهريه من عند الحاكم وراني نحن عليه وش يخدم سامحني ايش معنى يحن عليه يخدم فيها ولا ليه يحن عليها يجيب يوكلها ويخرجها فهمتني يا اخي قالت لي يما بعد وحده فهذيك مش بدي شو اسمها قالت لي راي مش ذيك اللحاق يحن عليها لا شيء راي صاحبته زارته هذيك قالت لي راي صاحبته وجايب منها طفل قالت لي ما انا نوكل فيها وهي تكحر لي نقول له ما نقول يا بنيتي مو قال مريضه اش يهمك فيها فهمتني قالت لي ما انا نطيب لها شاويها هي تحب الطاجينه هي تحب الملوخيه وهي تونسية هذه جنسيتها ولا لا قلت لي حق اسمها معناها من سويسرا هي سويسرية اي من سويسرا سويسرية باهي قولي لا يمنى انت الشكوك والا شنو اللي خليك تقول اللي رجلها هو اللي قتلها مش رجلها متشاركين خاطر بنتي انا اللي حكيته لي وصولات التونسية قالت لي نعمل لك ومتاع سويسرا بيدو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم متاع سويسرا بيدو يعمل لي أنا أختك أنا أخوك أنا الدنيا كل فهمتني أنا باش نعملوا لها المحامي في الأخر مشيت للسفارة قال لي حب لها قضية بنتك مستغربة ولا كيفاش مستغربة موت مستغرب معناه اي تو يجيو لي انا يقولوا لي الكلام هذايا انا ام يعلم بيا ربي مشوشت على بنتي اللي تقتل العبيد ما نرقدوش انا مشيت باش ندخل للرئيس يعملوا لي كل غاديك المافيات اللي غاديك يعملوا لي تو نعطيو الجواب وتو نكلمك باش تجينا ما فما حتى شيء للتو ناس حقائقهم مازال كيما يقولوها جديده وطلعت وانا خاطر شنو في سويسرا دم بنتي زيا وإجا نقول لك سامحني لا يمنى أنت شنو سبب الوفاة؟ إيش قالوا لك معناها كيف بنتك الله يرحمها وينعمها جاتك؟ ما تعلمش بنتي طبعا عندها قداش من شهر ميتة ما نعرفش عليها بإيش ماتت ولا كيفاش ماتت ولا علاش ماتت؟ ما عطاونيش راهو التسخير الطبي مخبينه هما وراجلها ما قال لكم حتى شيء ما قال لكمش كيفاش توفيت شنو الظروف اللي توفيت فيها؟ ما قال حتى شيء راني نمشي للسفارة ترى إيش قالوا لي في السفارة السويسرية؟ إي قالوا لي كان جات بنتهم هما رانا نحن الحمراء دون عظم وانتم معناها ما شفتوش جثة حنان؟ يا بنتي ما شوفش نشوفوها حل خوها شو قال بالليش راهو الجزر في الحم ما عندكم حتى ورقة تثبت سبب الوفاة؟ لا وفاة عطاو اما باش ما فماش ما وانت علاش تتهم في زوجها معناه؟ وعائلته والكل هكا حاسه قلبك قايل لك وكهو لا انا ما قلتلكش رجلها ما قلتلكش رجلها انا قلتلك ما فين خوه وصاحبته وولده هذوما اكبر عقوب في الجريمه هذوما اكبر عقوب انا حطيتهم ورفعتش قضيه ليمنى انت خاطر هي اللي تحكي فيه انا مش معاها فهمتك اي هي اللي تحكي فيا معايا هما بورتابلوها ريت بورتابلوها بعثوا لي مغسول تقول نشري جديد
حتى التجميع في سويسرا هذوك عندهم يد كبيره كبيره ياسر. فهمتني؟ ورفعت قضيه لايامنا الجهات الرسميه؟ رفعت قضيه للجهات الرسميه؟ ما نعرفش امي، راني اميه هنا بنتك اميه، ما نعرف شيء باش ياكلوا لي حق بنتي، ما هكاك يمشي حرام. ما رفعت شيء للتو. ما عندكش محامي مثلا؟ ما عندكش محامي؟ ما عندي منين محامي، ما فهمونيش، ما ورونيش، تعرف ايش قالي؟ قالي موت مستر معناتها موت، ماهيش واضحة. فهمتني؟ حبها محامي، يا محامي لازم باش ياخذ لها حقها. وين المحامي؟ قلت له توما اللي تعملوه محامي، انا تونسيه، بنتي تونسيه، قلت له فهمتني، تاكلوا لها كما قولوها دمها باش تقول لي منين نجيب لك انا محامي؟ انا بنتي معاقه، زوج ولادي توا مهبله يدوروا في الشارع. لطف عليك، اخواتها. لطف عليك، لطف عليك. يعيشك راني ما نبكش الليل، نرقد، انا نرقد بدوي الاعصاب. بسم الله علي، قولي لا يمنى، شنو طالبه؟ بنهاو الناس تسمع فيك، اكيد فما محامين يسمعوا فيك. وش هي بنتي؟ انا شو هي بنتي عندهم غادي، وقولوا الدوله السويسري عندها يمكن يقولوها دوله قانون. وش هي بنتي مشيت بيهم غادي وتبش بنتي محلوله الدار، ويدخلوا يخرجوا يقول لك الدوله السويسريه كما يقولوها معناتها تعرف القانون وتعرف الدنيا، وبنتي تبشها وذهوبيتها وكل، يلا ما يردوا، ما اعطيناش قصه بنتي باش ماتت وكيفاش قتلوها وكيفاش تامروا عليها اللي بنحبين. ربي يصبرك ليمنا، وربي الله يرحمها وينعمها. نحب حق بنتي ان شاء الله. ماتت وكيفاش قتلوها هذا هو. ان شاء الله هم يسمعوا فينا اكيد محامين، ان شاء الله فما شكون يتصل بينا يمكن نعطيوه رقمك وينجم يعاونك على الاقل قانونيا، يقول لك شنو تنجم تعمل، وين تنجم تمشي، قنصليه، سفاره، أتو اكيد ينوروا لك بسيرتك، وان شاء الله ربي يظهر لك حقك وحق بنيتك، ولطف عليك، وان شاء الله ربي يرحمها وينعمها. نمشي ونحن فاصل ومن بعد نرجو. بداية من